تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل فيسبوك حدث خطأ غير متوقع. قوموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.